عقدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء ثاني ربيع الأول عام 1439 هجرية الموافق ل 21 نوفمبر 2017 بقاعة الجلسات الاعتيادية جلسة علنية للنظر في الملف المعروض عليها المتعلق بالمتهمين المتابعين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيبة. أحضر لها المتهمون المعتقلون كما حضرها المتهمون المتابعون في حالة صرح. يؤازرهم دفاعهم الذي التمس في إطار الطلبات الأولية تمكينه من نسخ الأقراص المدمجة المرفقة بمحاضر الضابط القضائية وتجهيز قاعة الجلسات بالآليات التقنية لعرض ما يتوفر عليه الدفاع من أدلة نفي واستدعاء بعض مسؤولي الدولة ومحرري محاضر البحث التمهيدي وبعض المفكرين المهتمين بمنطقة الريف وكذا شهود محاضر الضابط القضائية والتحقيق الإعدادي وتعيين ترجمان مع منحه أجلا كافيا لتقديم الدفوع الشكلية. وقد قررت المحكمة تأخير الملف بناء على طلب الدفاع لجلسة 28 نوفمبر 2017 وقد مرت الجلسة في ظروف عادية حضر أطوارها بعض المهتمين بالقضية وأفراد عائلات المهتمين ومختلف المنابر الإعلامية والسلام.